الشهاده الاسلاميه الجزائريه والشعارات وعلى أردنا أن يكون هذا الافتتاح دعما وتضامنا مع القضية الفلسطينية، وفي نفس الوقت هو تعزيز لقيمة مهمة في المجتمع الجزائري وهي قيمة التطوع التي اخترنا لها شعار التطوع تعزيز للتنمية. فاليوم نحن بحاجة إلى تأطير هذه الإرادات، إرادة الشباب الجزائري في التطوع حتى تكون مواكبة لهذه الديناميكية التي تعيشها الجزائر، الديناميكية التنموية في مختلف المجالات. وهذا هو دور الكشافة الإسلامية الجزائرية في تعزيز مثل هذه القيم النبيلة في نفوس الناشئة والشباب. فوج الوحدة كان على موعد مع هذا الافتتاح بإطلاق مشروع كبير لمحاربة الآفات الاجتماعية داخل المؤسسات التربوية داخل ولاية الواد، كذلك بإذن الله إن شاء الله سنقوم على تطبيق هذا الشعار. إن شاء الله تكون لنا سنة موفقة ومثمرة، ونحن بالطبع مع القضية الفلسطينية، مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. افتتاح سنة متميز بطعم نصرة غزة، فاللهم انصر غزة، نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة.